مساكم الله بالخير مشاهدينا ومشاهداتنا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. هنكون معاكم على الهواء مباشرة على شاشة روتانا الخليجية لمدة ساعتين تشوفونا عليها إن شاء الله، واللي ما يمدي يقدر يتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أقدم لكم هذه الحلقة أنا وريم. هلا وسهلا لبنى، واكيد نرحب بمشاهدينا اللي دائما حريصين انهم يكونوا معنا خلال هذه الساعتين، سواء في ايام الاسبوع او حتى في اجازه نهايه الاسبوع. نتمنى انكم كذا بتقضوا وقت ممتع ومفيد معنا كالعاده. طبعا احنا لدينا حلقه اليوم مميزه جدا بالمواضيع والضيوف، خلونا نتطرق لاهمها. احمد الرماح سعودي يمثل المملكه في مجال الاستدامة للفورمولا اي. سلوكيات تدمر صحة القدمين وأبرز العلامات تستوجب العلاج. هل تقبلي أن تساعدي زوجك مادياً وما هي الشروط؟ الزواج ومفهوم الحرية في الاختيار بين المرأة والرجل. في بداية جولتنا الإخبارية نستفتحها بهذا الخبر. دشنت شركة أبل الأمريكية أول فروع أكاديميتها للمطورين في الشرق الأوسط، وهي أكاديمية للنساء في مدينة الرياض، تقدم الحصول على تجربة تعلم مباشر وإعداد المبرمجين والمطورين من السيدات. جميل جدا إشراك السيدات في موضوع البرمجة وموضوع التقنيات والمستقبل، لأنه إحنا عارفين إنه مستقبلنا كله أو كل العالم يتجه إلى هذا الموضوع، فحلو إنها تكون على معايير وأسس قوية وصارمة وفيها مستقبل قوي للسيدات تحديدا. تعرفي كمان ريم، هذه الأكاديمية هي شراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السبرالي والبرمجة الذي تمثله كمان أكاديمية ويك. كمان شريك في هذه الأكاديمية جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهي أكبر جامعة للنساء في العالم وبدعم ومن وزارة الاستثمار، شيء قوي جدا. وكمان خلينا نروح إلى هذا الخبر. السفير الياباني لدى المملكة فوميو واي وجه سؤالا لمتابعيه عبر تويتر عن سبب عدم وضع اسم العروس في بطاقات الدعوات لحفلات الزفاف، وقال في تغريدة: لقد حضرت مؤخرا حفل زفاف نجل صديق السعودي القديم ولاحظت أن اسم العروس غير مذكور في الدعوة، هذه عادة أم تختلف من أسرة إلى أخرى؟ لا احنا بالعادة نحط اسم العروس. والله شوفي انا شفت التغريدة حقته امس وشفت ردود الناس ورجع قال شكرا على التوضيح وكذا، فكان طبعا التغريدة جدا عفوية. اعتقد تختلف من منطقة الى اخرى ومن عائلة الى اخرى ومن عادات وتقاليد الى يعني اخرى. يعني انا على حد يعني ما شفت انه لا يذكر مثلا عقد قران فلانة على فلان بنت فلان الفلاني، يعني اسم الامهات بيكون موجود في الدعوة واسم العروس والعريس. ما اذكر اني انا شفت دعوة في احيانا يكتبوا كريمة فلان الفلاني من غير ما يذكروا اسم البنت، يقولوا كريمة فلان الفلان، فهو شكله جاته دعوة من هذا النوع فاستغرب جدا على هذا. انت عارفه ايش اللي استوقفني كمان في التغريدة؟ صورة العرض حقته. يعني انا كثير ارى من بعض السفراء والدبلوماسيين الجميل لما يجوا على السعودية يعززوا هذا الشيء. الصورة جدا جميلة وكنت اتمناها تكون اكبر بصراحة، فانا احييه كمان ومن شاشة سيدتي اشكره على هذا، خليني اقول لك تبني للفولكلور السعودي او اللبس السعودي، وانه هو سفير في المملكة العربية السعودية وحاطط صورته، عشان اصلا اكيد اللي يتابعونه اكيد مش بس من السعودية، اكيد من اليابان ومن انحاء العالم. ترى احنا ثقافتنا السعودية وتراثنا ثقافة غنية ومليئة بالحاجات والعادات والتقاليد، اللي يشوفوها برا يشوفوها حاجة مرة غريبة، سواء من لبسنا التراثي، سواء من عاداتنا وتقاليدنا في الاكل، في طريقة زواجاتنا، في مناسباتنا، ففي انبهار يعني. الحمد لله حلو إننا محافظين على هذا التراث وعلى هذه الثقافة وهذا التميز في عاداتنا وتقاليدنا. والله جميل. أنا كمان أذكر القنصلة الأمريكية السابقة كانت عندنا في المنطقة الشرقية، كانت دائما ما تحرص على أنها حضور مناسباتنا والفعالياتنا بالزي السعودي، وكانت كثير من مشاركاتها على السوشيال ميديا تجتهد في أنها تكتبها بالعربي وأحيانا بالعربي واللغة العامية. مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ فهذا صراحة شيء جميل، وإن شاء الله تكون كثير من امتيازاتنا تكون سفيرة للعالم كامل. خليني أخذكم إلى خبر آخر.
آخر وجميل أيضا لكل محبين المصارعة. أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في التويتر عن عودة أبطال WWE من جديد بمواجهات كبيرة في تحدي الإليميشن تشامبر تحت أكبر قبة بالعالم في جدة السوبر دوم. كونوا على الموعد يوم 19 فبراير. تحب المصارعة الحرة؟ من لا يحب المصارعة الحرة؟ ومن لم يكن يسهر على قناة تانية يتفرج على هاك هوغن وأندرتيكر وهذولا؟ طبعا إحنا كنا مرة صغار يعني. كنت أحب مرة ذا روك، وكان يعني فارس أحلامي وأنا صغيرة، كنت أرى جدا يعني ذا روك. ذا روك وانت صغيره مو انت كبيره يعني؟ لا هو ما هو قديم مره. لا لا من انا كنت اشوفه كثير، كنت ارى انه جدا وسيم وجدا بطل، كنت بس اتفرج على المصارعه، كان قمه متعتي وانا طفله. كنت اشتري مش افلام ديزني، كنت اشتري افلام المصارعه الحره واتفرج عليها. اذا لا تضيعي هذا الحدث. أتمنى المهم اتمنى اتمنى روحي ربنا والتقي بالابطال واللي كنت تحبيهم كذا، اكيد كلهم راح يكونوا. اذا رك جاي عدنا نشوف الموضوع. ايه شوف الموضوع. وليلة أمس كانت ليلة طربية مختلفة بالتحديد من جلسات العذرية واللي استضافت العملاق عباد الجوهر والفنانة أميمة طالب وأيضا الفنان علي بن محمد. خلينا ننقل لكم أجواء الحفل أكيد مع زميلنا محمد الحسين، نشوف هذا التقرير. بالنسبة للعود والله اليوم برد، ما ظنيت أن يكون في مجال يعني، إلا إذا كان دفينة فوق حيسمعوا الناس مني عود، لأنه أحيانا في البرد ما أستطيع يعني، إنما أحاول قدر المستطاع إن شاء الله. بالنسبة للجديد إن شاء الله هناك أغنيتين سنجل هتنزل خلال الشهر، وهناك إن شاء الله بعد عيد الفطر بمناسبة أيضا موسم جدة حيكون في إن شاء الله ألبوم جديد بإذن الله. إيه طبعا هنا تكون أبسط تقريبا مع الفرقة، وبالذات أنا تكون يعني قريبة على قلبي، والجمهور ترى يحب ساعات البساطة والعكس التنويع، وإحنا وسط البر يعني الموضوع أحس أنه يعني أقرب كثير للناس. في أغاني سنجل واحدة أعطينا هارتانا نزلت اللي هي اسمها غلطة، و كان الأخ سالم الهندي معجب فيها فقلنا له خذها. إن شاء الله مو غلطة بس. أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي قناة روتانا خليجية. اليوم أجواء شتوية ورائعة، وأنا جدا مبسوطة أني لأول مرة أكون موجودة في جلسة العذرية. كنت مستمتعة والجمهور اللي كان موجود سلطنوني، كانت سلطنة غير طبيعية والأجواء روعة، الديكور رائع والناس الموجودة، يعني حسيت نفسي كده في عالم ثاني. شكراً زميلاً على هذه التغطية الجميلة وهذه اللقاءات الرائعة. يعني دائماً حفل عباد الجوهر فين ما يكون بيكون لي أجواء الخاصة، وخصوصاً لو كان في العاذرية فكانت ليلة جداً جميلة. أنا شفت في التقرير صراحة ركزت كثير كمان على الحضور اللي كانوا مستمتعين جداً والأجواء الحماسية اللي موجودة مع شوية البرد اللي موجود. بدأ الجو يتفل. أنا حاسة أنه أفضل طبعاً. نعم. والناس قاعدة تستمتع الآن، أجواء جميلة وطرب جميل، فتخيلي أنت الجو والمود اللي أكيد موجودة هناك. خلوني أخذكم كمان على خبر آخر. استضافت منطقة بوليفارد رياض سيتي مسرحية كازانوفا، مسرحية من المستقبل وبالتحديد من عام 2100، وأكيد من بطولة حسن الرداد ونسرين طافش وعمر يوسف وحمدي المرغني. زميلنا محمد الحسيني أيضا التقى بأبطال المسرحية، نتابع التقرير. سعيدة جدا أن أكون موجودة بالرياض وبالمملكة العربية السعودية.
مبسوطة طبعاً أنه موجودة بمسرحية كوميدية بطولة جماعية فيها نخبة من النجوم الكوميديين والنجوم بمجال التمثيل عامة، وأنه أعمل مسرحية كوميدية بموسم الرياض شغلة كتير بتعني لي، لأنه نحن هدفنا ورسالتنا أنه نصنع البهجة، نصنع السعادة، نقدم حالة من الفرح للناس. الحياة صارت صعبة بما يكفي، فحلو أنه نحن نرسم هاي البسمة على وجوه العالم. لا، شغلة حلوة أنه في هذا التشجيع لحتى ترجع حركة المسرح قوية مثل أيام زمان. فنانين الزمن الجميل كانوا كتير يهتموا بالمسرح، يعني في مسرحيات خالدة إلى الآن مثل ريا وسكينة، سكة على بناتك، العيال كبرت، مدرسة المشاغبين. فهذا الزمن كان فيه مسرحيات خالدة، فحلو أنه نحن نرجع نحيي هاي الحالة الفنية الجميلة. موسم الرياض دي يعتبر رابع مرة؟ مسرحية. لا، مسرحية مرتين. المرة الأولانية كانت مع نيكول سابا وأستاذ ماجد المصري ومجموعة كبيرة طبعا، ونيكول سابا، وده تاني مسرحية فضل ربنا. لا أقول لك حاجة، أنا خف يعني، الناس بيقولوا عليها دم خفيف شوية، وبعدين بقى ما بجيب بدل حلوة فهمتني بتمشي مع المسرحية. الموضوع كله لبس ومايك. بس عايز أقول لك أنا في المسرحية، هي فكرة المسرحية مامي إن حمدي المرغني ده الجان بتاع المسرحية، وحسن الرداد وعمرو يوسف دول وحشين جدا جدا لدرجة أن أبوهم زعلان منهم وهم طلعوا كده، فعايز نعملهم عمليه عشان وحشين. يمكن هذه اكبر مسرحيه بتجمع هالعدد من النجوم. احنا بنتكلم عن حسن الرداد، عمرو يوسف، حمدي المرغني، الكوميديان الاكثر من رائع، هلا فاخر، وغيرهم كثير من الزملاء النجوم، مش حابه انسى اسماء. فانا جدا سعيده بهذه التجربه، وسعيده انه اول تجربه لي هي ضمن موسم الرياض ومع نخبه من نجوم الكوميديا. وفكره المسرحيه جدا غريبه ومختلفه، ما حابه احرق عليكم، بس نبحث يعني من بين حسن الرداد وعمر يوسف وحمد المرغني، يا ترى مين كازانوفا؟ اللي بتابع المسرحية يشوف الإجابة على هالسؤال. وفي آخر جولتنا الإخبارية وإلى القصة التي خطفت الأنظار والقلوب، عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان والتي أصبحت تشغل الملايين حول العالم. بدأت القصة عندما سقط الطفل ريان في بئر عميق في إحدى القرى شمال المغرب من يوم الأربعاء، ومن ذلك الوقت والمحاولات تتكرر لإنقاذ الطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات ولا يزال على قيد الحياة. وفي آخر الأخبار طبعا، أكدت السلطات المغربية أنه لم يعد هناك سوى أمتار معدودة تفصلها عن الطفل، وإنهم أوقفوا الجرافات عن الحفر حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب، وبدأوا الحفر بالأيدي. ولكن الآخر الأخبار الآن تقول أنه جزء من هذه الحفريات أو التربة انهار، فرجعوا يحفروا بالجرافات مرة أخرى. طبعا احنا العالم كله يشاهد هذا الحدث اللي خطف قلوب كل العالم، خصوصا بعد ما شفنا صور لريان وهو يعني في النفق حي الحمد لله وبياكل ومستوعب ايش اللي بيحصل. يعني اتمنى من الان الى اخر الحلقه يكون هناك في خبر سعيد لاهل ريان ولكل الناس اللي متابعين هذا الحدث. يعني اليوم الجمعه كل العالم كانت بتدعي ريان من قلوبنا. طفل ريان، هاشتاج طفل ريان طبعا كان ترند لاخر يومين، وكل الناس بتتفاعل وبتدعي، واي واحد بيقدر يقدم شيء بيقدمه. يمكن احنا بعيدين، ما في يدنا غير اننا ندعي لهم. فبنشوف بعض تعليقات الناس وتفاعلهم في هذا الموضوع. طبعا أنا أنادي الجميع الآن خليني أقول لك بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وتعزيز الإيمان والتفاؤل، لأنه سبحان الله هو قادر على كل شيء، وأمره بين كاف ونون، وكلمة كن فيكون. فسبحان ما كان أمر صعب ممكن يكون في هذه اللحظة اللي نشهدها مستحيلة في غمضة عين وانتباهتها، يبدل الله من حال إلى حال. أتمنى أنه لا يكون هناك أي نوع من الاستثارة العاطفية، التشاؤم حول الأمر، لأن هناك أسرة ريان التي تربط أملها بالله سبحانه وتعالى وتنتظر من الله تلك اللحظة اللي نسمع فيها كلنا ونفرح فيها كلنا بخروج هذا الطفل. وأنا واثقة إن شاء الله أنه الله لن يخذل عبد دعاه، وهذا طفل إن شاء الله يرد إلى أمه وتقر عينه فيها. مشاهدينا، بهذا الخبر انتهت جولتنا الإخبارية، نعود معاكم بعد الفاصل. بعد الفاصل
أحمد الرماح سعودي يمثل المملكة في مجال الاستدامة للفورمولا إي. أتاحت مسابقة الفورمولا إي الفرصة للمنافسة حول 16 مدينة حول العالم في مجال الاستدامة، ومن ضمن المشاركات اختارت كونتري هيرو في كل بلد، وذلك من خلال المشاريع التي تم تقديمها من قبل المشتركين. طبعا في فقرتنا هذه أكيد نرحب بالفائز بالمرتبة الأولى على مستوى المملكة كممثل للفورمولا إي في مجال الاستدامة، المهندس أحمد الرماح. طبعا هلا وسهلا بك معنا عبر زوم. مرحبا مهندس أحمد، ديك العافية، حياكم الله. يا هلا وسهلا بك، سعيدين جدا لوجودك معنا، وطبعا نبغى نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذه المسابقة وإيش فكرتها بالضبط. مسابقة الفورمولا إي، مسابقة الاستدامة، هي مسابقة تدور حول أماكن اللي تقام فيها الفورمولا إي، هي 16 مكان حول العالم. الأسبوع الماضي كان في الدرعية، الأسبوع القادم في مكسيكو سيتي. الغرض منها تسليط الضوء على مواضيع الاستدامة البيئية وإعادة استخدام المياه، وكذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الجيوثيرمال إلى آخره. فالهدف منها تشجيع المتسابقين وجماعات المتسابقين لاستعمال الطاقة النظيفة لحماية الأرض من التلوث. مهندس أحمد، أكيد نبارك لك هذا المنصب، أو خلينا أقول لك هذا اللقب، بطل المملكة العربية السعودية في مشاريع الاستدامة، وأنت أكيد تستحقها. لو تكلمنا أكثر، ماذا تعني هذه الجائزة في المملكة، وكيف تم حصولك على هذا الجائزة لو سميناها؟ أنا لم أسمعكم، عفوا لم أسمع السؤال. طيب نتكلم عن ماذا تمثل هذه الجائزة في المملكة، يعني المركز الأول في الفورمولا إي لمشاريع الاستدامة، ما أهميتها لدينا، وكيف تم حصولك عليها، الآلية يعني. جائزة مهمة بشكل كبير، فهي تشجع الناس وبالذات المجتمعات اللي لها علاقة بالفورمولا إي لاستعمال الطاقة النظيفة. الفورمولا إي بحد ذاتها تقوم على استخدام الطاقة النظيفة والطاقة الكهربائية، فنجاح شخص على مستوى الفورمولا إي في المملكة في الدرعية أن يقدم مشاريع ذات استدامة بيئية لتحقيق هذا الغرض يعتبر عنصر مهم جدا لتحفيز الناس وتحفيز المتسابقين وتحفيز الفورمولا إي لاستعمال طاقة نظيفة أكثر، ولرفع توعية ثقافة المجتمع والتوعية المجتمعية في هذا الإطار. نعم، طب كلمنا عن المشروع اللي فزت فيه بالضبط، كيف كان هذا المشروع؟ يمكن كانت أكثر من مشروع واحد، هل كلها تعتمد على الاستدامة والطاقة المستدامة؟ طبعا انا تقدمت بعده مشاريع لها علاقه بالاستدامه البيئيه، تركز على اعاده استخدام المياه الرماديه في المساجد، وكذلك اعتماد بعض المساجد على استعمال الطاقه الشمسيه من خلال الواح الطاقه الشمسيه، وكذلك تقدمت بعض المشاريع التي لها علاقه بعمليات التحليه وصناعه يعني الطاقة الباور جنريشن من خلال توليد طاقة أقل اعتمادا على إهدار المصادر الطبيعية وأكثر استدامة بيئية. فتقدمت بعشر مشاريع كلها لها علاقة بعدم استخدام المياه والطاقة المتجددة ومشاريع أخرى كثيرة تقنية تساعد على الحفاظ على البيئة.
طيب مهندس أحمد، اللي أعرف أن حضرتك كنت تحمل لقب سفير العمل الاجتماعي كمان في المملكة العربية السعودية عفوا، وكمان أنت رائد في عملية التعريف بثقافة المساجد والمعمار والعمارة الإسلامية أو شيء من هذا القبيل، وأعتقد كمان أنه هذا المشروع تقدمت فيه في مسابقة الفورمولا 1، لو تكلمني أكثر عن هذا الموضوع. والله عذرا لم أسمع السؤال. أعيده جيدا. حضرتك سابقا أو ما زلت تعرف بسفير العمل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ولك بادرات كثيرة وريادة كثيرة في التعريف وترويج لكثير من المساجد الإسلامية حول العالم، وأعتقد أن هذا من أحد المشاريع اللي تقدمت فيها أيضا في الفورمولا إي، فلو تكلمني أكثر عنها. يعني إن سمعتكم جيداً فسؤالكم كان عن المشاريع الخيرية والاجتماعية داخل المملكة وخارج المملكة، فهي والله الحمد كثيرة. داخل المملكة تركز على الأمور الإسكانية وهكذا، خارج المملكة كذلك يعني بعض المشاريع التي لها علاقة بالصحة وكذلك المساكن حول العالم في بلدان كثيرة خلال 30 سنة الماضية. نعم، اليوم العالم كله بدأ يستيقظ من هذه الغفلة اللي كنا نعيشها من انتهاكات للبيئة والتغير المناخي اللي بنعاني منه أو بتعاني منه الكرة الأرضية. ما أهمية وجود الاستدامة سواء في الطاقة، في المصانع، في حياتنا أيضا واستخدامها، وإيش تأثيرها على مستقبلنا تتوقع؟ طبعا موضوع الاستدامة مهم جدا، استدامة البيئية سواء إعادة استخدام المياه أو استخدام البدائل لمصادر الطاقة المتجددة، كلنا نشترك في هذا على هذه الأرض ونعيش عليها. كلما استعملنا مصادر طاقة بديلة مقابل الطاقة الأحفورية التي تستنزف بشكل كبير والتي ستنتهي يوما ما، كلما كان أكثر استدامة لكوكب الأرض، كلما كانت حياتنا خالية من التلوث، مثلاً استعمال الطاقة الشمسية، استعمال طاقة الرياح، الجيوثيرمال، إعادة استخدام المياه. المياه موضوع مهم جداً، كل قطرة مياه تعني المهندس أحمد الرماح، كنا سعيدين جدا بتواجدك معنا في هذه الفقرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مكملين معكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، سلوكيات تدمر صحة القدمين وأبرز العلامات تستوجب العلاج. تعرف على صحتك من حالة قدميك أو صحتك في رجولك زي ما يقولوها بالعامية. هذه العبارة وإن كانت غير شائعة بين الناس إلا أنها تحث على ضرورة الاهتمام والعناية بصحة القدمين، مع الانتباه لأي أعراض أو علامات قد تظهر عليها تفادياً للإصابة بالأمراض. للحديث حول الموضوع بتفاصيله يسعدنا أن نرحب معكم مشاهدينا بضيفنا في الأستوديو عبد الله عربي، أخصائي قدم وكاحل. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، وإن شاء الله نقدم محتوى إليك بالقناة وبالجميع. الله يسعدك، وإحنا أكيد أنا متحمسة جدا للفقرة، لأنه بصراحة فعلا إحنا ما نعطي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، تلقانا نهتم بشعرنا وبشرتنا وبالجسم وألف اهتمام في ألف مكان، بس ما كثير الموضوع القدم يأخذ. إيش هخسر يعني أو إيش هكسب لو أنا اهتميت بالموضوع؟ لا، في فرق بين إيش تكسبين وإيش تخسرين. الاثنين، الخسارة أكثر من المكسب. أوكي. مؤلم جدا أنه الكثير ناس دوما يتكلم يعني ممكن يلبس ساعة غالية ويلبس نظارة غالية وملابس غالية، بس جاء إذا عند القدم على سبيل المثال كحذاء يلبس أي نوع من الأحذية، فإذا سألتها ليش تلبس الحذاء هذا يقول هذه يعني إذا كان رجل يقولها ما حد يشوفها يعني مغطيها أنا بالثوب، إذا كانت أنثى تقول مغطيتها بالعباية، ليش أنا ألبس جزمة غالية؟ مين راح يناظر رجلي؟ ما في أحد راح أمشي ويناظر قدمي. هي الفكرة في جزمة غالية
ولا الفكرة في جزمة مناسبة لرجلي ولا راحتي؟ فعلا جزمة مناسبة ومريحة. الكثير يعتقد أنه إذا كان الحذاء غالي راح يكون مناسب، إذا بالضبط. كان ماركة راح يكون مناسب، وهذا مفهوم غير صحيح. صحيح. بما أننا طبعا إلى الآن في فصل الشتاء، خلينا نتكلم عن أبرز المشاكل اللي تواجهنا خصوصا مع أرجلنا. في فترة الشتاء احنا كمختصين القدم عندنا كابوس نسميه كابوس الشتاء. كابوس الشتاء هذا يجينا أكثر شيء مع المصابين بداء السكر. نسبة كبيرة منهم يكون عندهم ضعف في الإحساس أو يكون الإحساس معدوم. فلكم أن تتخيلوا فترة الشتاء يحطون أقدامهم قدام الدفايات أو قدام النار، فتفاجأ أنه جاني في العيادة عنده حرق في باطن القدم. إضافة إلى ذلك في مشكلة اسمها رينودز أو متلازمة رينودز، اللي هو تكون نسبة تدفق الدم في الأوعية أو في الأطراف جدا ضعيفة نتيجة البرودة. فنلاحظ الأصابع اليدين والأقدام يصير لونها أبيض وتميل في بعض الدرجات في بعض الأحيان إلى الزراق. فكثير ناس يكون عندهم آلام في الأقدام وفي اليدين، فتسأل إيش المشكلة، يقول أنا ما أعرف. إحنا دائما نحذر في فصل الشتاء أنه الكثير ناس اللي يعانون من المشكلة هذه فقط يلبس جوارب ويلبس قفازات عشان يدفي أقدامه ويدينه، ويتجنب أنه يحطها قدام وسائل التدفية، لأنه بعد البرودة وحرارة قوية ممكن تأثر على الأوعية الدموية وتأثر على الأقدام وعلى اليدين. صراحة فيما يخص مرض السكري أو الناس اللي يعانوا من مرض السكر وعندهم دائما مشاكل القدمين، يمكن أقول لك هنا خالفني رأيي إذا كنت أنا على خطأ، الوعي وحده لا يكفي. يعني كثير على فكرة أنا أرى في ناس في محيطي يعني الله اختبرهم بداء السكري ويعرفوا موضوع الأقدام وخطورة رعاية القدم، ولكن القناعة غير موجودة. فيعني يقول لك خلاص أنا أقصى ما أسويه أدهنها وأحرص أن ما يصير في جروح. هل هذا كافي أم هناك خطة أخرى أو نظام عناية لمرضى السكر بالقدم مختلف؟ هو من أكبر المضاعفات اللي إحنا نواجهها اللي هو مشاكل القدم اللي تصيب مرضى السكر من جروح ومن تقرحات. زي ما ذكرت دائما نذكر المصابين بداء السكر يكون عندهم ضعف في الإحساس أو يكون الإحساس جدا معدوم. فلكم أن تتخيلون مصاب بداء السكر ممكن يكون يمشي ويدعس على مسمار أو يدعس على قزازة أو حصات ما يحس، ما راح يكون عنده إحساس. صحيح. فإذا ما عنده إحساس ممكن يمشي لفترة ويلبس الحذاء، وإضافة إلى ذلك يكون ممكن لابس جوارب لونها أسود، ففي نزيف مستمر، النزيف لساعات وهو ما يعرف، فهذا يدخلنا في مشكلة. إضافة إلى ذلك نسبة كبيرة منهم يكون عندهم ضعف في التروية، ضعف في تدفق الدم للأطراف. فإذا كان في ضعف في تدفق الدم وضعف في الإحساس هذا يقلل نسبة التئام الجروح. فلذلك لها معاملة خاصة القدم السكرية، وبكل أمانة الحكومات تدفع عليها مبالغ كثيرة. دوما إحنا ننصح نقول مصاب بداء السكر ضروري أن أنت تعمل فحص للقدم، الفحص دوري، توجه إلى المراكز أو العيادات المختصة يعملونك فحص القدم. مين العيادات المختصة لفحص القدم؟ في عيادات في مستشفيات خاصة فيها عيادات خاصة بالقدم، وفي في وزارة الصحة مراكز سكر، مراكز السكر موجودة عيادات مختصة. إذا لم يخيب ظني هي أعتقد عيادة الأوردة الدموية، يكون أخصائي أوعية أو أوردة دموية هو اللي بيكون مسؤول، هو اللي يكون مسؤول أخصائي قدم، ولكن كذا اسمه أخصائي قدم، أخصائي قدم وكاحل أو طب قدم وكاحل. أوكي. يكون متواجدين هم اللي يعملون الفحص، يتأكدون من الإحساس، يتأكدون من التروية، يتأكدون الطريقة المناسبة أو يعطون المريض الطريقة المناسبة لقص الأظافر. في بعض الكبار السن إذا كانوا مصابين بالسكر يكون عندهم تشوهات في القدم، في المفاصل. القدم عندي 26 عظمة و 33 مفصل وأكثر من 100 رباط ووتر، فهذه كلها مع مرض السكر ومع تقدم العمر يصير فيها تغير في شكل القدم. فلا تفاجأ أنه عندنا زوائد جلدية طلعت على رؤوس العظام، زوائد جلدية طلعت في باطن القدم، البعض يهملها ولا يعرف كيف يعتني بعض فيها. الفطريات أيضا تخل. الفطريات صحيح تكون شائعة بين الإصبع الرابع والخامس. والمشكلة طبعا اللي احنا نواجهها أكبر اللي هو التعامل مع المشاكل هذه. دائما يتعامل معها بطريقة غير صحيحة، فجرح صغير يحتاج فقط نظافة وعناية واهتمام. نتفاجأ أنه البعض الله يهديهم يروح يستخدم أعشاب وخلطات وندخل في دوامة إحنا يعني باب مستحيل إنه ينقفل. لكم أن تتخيلون يعني البعض يكون عنده فطريات بين الأصابع، ممكن يجيب ثوم أو يجيب بصل ويحطه بين أصابعه ويلف عليها بشاش. عندهم معتقاد إنه الثوم حار،
ففطريات فراح تموت الفطريات. اتفاجأ انه سببت لنا مشاكل مضاعفات. علاجها جدا سهل، فقط التجفيف ما بين الأصابع. اذا تطور الموضوع احنا دائما نقول رجاء بس تعالني في المستشفى وانا بقوم بالواجب. صحيح، يعني استشارة المختصين هذا امر جدا مهم. بعض الناس يحسبوا الثوم هو مضاد حيوي لاي حاجة ممكن يعالجها. طب خلينا نتكلم عن الاعراض اللي تظهر في القدم مما تدل ان هناك مشكلة. ايش هي هذه الاعراض؟ الاعراض عندنا شخصين او فئتين من المجتمع. احنا دوما نحرص على مرضى السكر بكل امانة. نعم. دوما نقول مريض السكر اذا اكتشفت انه قدمك فيها تغير في لون الجلد او تورم او حرارة، رجاء اقرب مستشفى او اقرب مستشفى او اقرب مركز. هذا دليل على اصابتك بقدم اسمها قدم شاركوت، معروفة عند الكثيرين، والكثير من المصابين بداء السكر يخافون من المشكلة هذه. قدم شاركوت هي عبارة عن كسور تكون في منتصف القدم، تحدث تشوهات في القدم، تطلع زوائد جلدية، فهذه من الأعراض اللي جدا مهمة. إذا كان موجود زوائد جلدية في باطن القدم، إذا كان في مناطق ضغط عالي وإحمرار، هذه تكون عرضة أنه راح تكون عندك إصابة. الظفر المغروس أو الإنجليزي يسمونه الانجروينج نيلز، اللي هو انغراس الظفر داخل الجلد، برضو هذه من العلامات اللي الواجب مجرد ما تكون موجودة أنا أتوجه للطبيب أو للمختصين عشان يقومون بعلاجها بالطريقة الصحيحة. طيب بعيدا عن كبار السن وبعيدا عن المرضى، خلينا نكون مع الناس الطبيعية اللي ما يعانوا مشاكل. هل النظام الحياتي العادي أنا أقصى شيء أسويه لعناية القدمين كريم ما قبل النوم ولبس الشراب وأنام، هل في برنامج آخر يساعدني على صحة القدمين أكثر من ذلك؟ الناس كثير عندها معتقد يقول لك أنا ماني بمريض سكر فأنا ليش أهتم بأقدامي، أنا ما عندي أمراض مزمنة ليش أهتم بالقدم. الاهتمام بالقدم للجميع، القدم هي الأساس. يعني لا سمح الله أي مشكلة تصير في القدم راح تعيق الواحد عن الحركة. فعندنا الأشياء اللي نحرص عليها، الزوائد الجلدية دائما تكون، ممكن كثير يشوفونها تكون في منطقة الكعب، البعض يهملها يقول هذه عادي ليش أنا أشيل الزوائد الجلدية، شيء طبيعي. منطقة كعب القدم منطقة كيف تتكون الزوائد الجلدية؟ إيش أسبابها؟ يعني كثير لو القدم ترطب ويعتنى فيها، يعني خلينا نقول الوقاية خير من العلاج، إيش اللي يمنع أصلاً ظهورها؟ إيش الفائدة أنه أنا أرطب القدم وألبس فليب فلوب أو ألبس نقول بالعمية زبيرية أو شبشب؟ ما في أي فائدة. صح، إذا أرطب القدم وألبس شراب وألبس جزمة كذا أنا على يقين تام أنه ما راح تطلع الزوائد الجلدية. الزوائد الجلدية تطلع من الأحذية المفتوحة، الجفاف القدم، في ناس ما يهتم بالقدم ما يرطبها، في ناس عنده معتقد لازم يمشي حافي بشكل دائم يعني داخل البيت أو خارج البيت. قالوا أنه صحي، مع الأسف كثير ناس يروجون لأنه المشي حافي ينشط الدورة الدموية ويسحب الشحنات الكروية، ولكن علميا ما في شيء يثبت ذلك. طيب خلينا نتكلم كمان عن حاجة شائعة بين الناس وهي الظفر المغروس، وهذه بتحصل بين النساء أو المراهقين أيضا. إيش أسبابها؟ هل هي وراثة أم هل هي طريقة قص الأظافر بتكون بطريقة خاطئة؟ هو دوما الظفر المغروس يكون بسبب قص الظفر بالطريقة غير صحيحة. كثير أشخاص إذا راح يقص الظفر يقص حواف الأظافر وبعدين يحرص أنه يشيل الزوائد من هنا من الظفر، فنتفاجأ مع الوقت أن الظفر ينغرس ويدخل ما بين يدخل داخل الجلد. فمع الوقت ومع لبس الأحذية الغير مناسبة يكون الحذاء ضيق، فإذا كان الحذاء ضيق يسبب ضغط عالي، فمنها يتكون الظفر المغروس. احنا ما ودنا نقول الأشخاص الغير مختصين في بعض الحالات، كثير ناس يروحون لهم عشان يقصون أظافرهم على اعتقاد انهم هم الأشخاص المناسبين، مع الأسف هذا جدا خاطئ. طب ايش الطريقة الصحيحة يعني؟ الطريقة الصحيحة انه احنا ما نقص الظفر بشكل مستدير، بعد ما تقص الظفر نجيب مبرد، المبرد حق الأظافر، ولازم نبرد الظفر من فوق لتحت ونبرد الحواف عشان نتيقن على يقين تام انه ما في انغراس بالظفر للداخل، انه ينمو بشكل مستقيم. انه ينمو بشكل مستقيم. كثير ناس يعانون من زوائد جلدية تكون ما بين الظفر وما بين الجلد، فيروحون او يستخدمون ادوات حادة عشان يشيلونها، وهذا غير صحيح. ممكن احنا الزوائد الجلديه نتخلص منها باستخدام زيت الزيتون او زيت اللوز او اي زيت بس يكون ما في مواد عطريه، والترطيب فقط ما بين الظفر وما بين الجلد، باذن الله مع الوقت راح نتخلص من جميع الزوائد الجلديه.
كلنا نعرف المقولة اللي تقول ولبدنك عليك حق، احنا اليوم هنقول ولقدمك عليك حق. ايش حقوق القدم الآن؟ هل اختيار الحذاء المناسب، العناية المناسبة، هل هناك أنا كإنسان طبيعي لا أشكو من أي أمراض، هل هناك كشف دوري إذا حال القدم حالها حال البشرة وحال الأسنان، هل هذا النظام اللي إحنا نقصده اليوم أم الموضوع أبسط من ذلك بكثير؟ للأسف الجميع يهتم في الأسنان، ليش؟ عشان الناس دائما يشوفونها، بس إذا عند القدم ما يهتم. فإحنا أهم شيء عندنا أنه أنت تلبس حذاء مناسب، يعني يومك 24 ساعة، هل هو صعب أنه أنت تعطيني 5 دقائق من اليوم؟ ماذا تقصد بالحذاء المناسب؟ لأن في ناس كثيرة تقول لك أنا أحب الحذاء ماسك، ناس كثير، خلينا نعطي شرح بسيط لاختيار الحذاء المناسب. الحذاء المناسب، إحنا كمختصين في القدم نقسم القدم إلى ثلاثة أجزاء، مثلها نقسم الحذاء، مقدمة القدم اللي هي منطقة الأصابع، ومنتصف القدم، ومنطقة الكعب. مقدمة القدم الواجب أنها تكون وسيعة بالقدر الكافي عشان الأصابع تأخذ حريتها وقت الحركة، بمعنى أنا لبست الجزمة الآن الواجب أنه أنا أحرك أصابعي داخل الحذاء، هذا مؤشر أنه الحذاء كويس. الشيء الثاني لازم يكون في نص إنش ما بين أطول إصبع في القدم، وعادة يكون الإصبع الثاني، ومقدمة الحذاء في حال كان ضيق راح يكون في انحناء في الإصبع هذا، راح تطلع لنا زوائد جلدية على رؤوس العظام. نجي عند منتصف القدم، الواجب تكون فيه التقوس اللي يكون معروف يكون في منتصف القدم للأشخاص اللي عندهم القدم المسطحة أو المفلطحة، وناس يسمونها الفلات فوت. إذا كانت التقوس هذا موجود داخل الحذاء راح يرفع القوس ويخفف علينا الضغط اللي يكون على مفصل الكاحل، ومن الضغط هذا يطلع لمفصل الركبة. منطقة الكعب لازم تكون قاسية بالقدر الكافي عشان تحد من انحراف الكعب إلى الداخل وإلى الخارج. دوما ننصح يكون الارتفاع الكعب من 2 إلى 2.5 سنتي، كل ما زاد ارتفاع الكعب يزيد الضغط على منطقة الأصابع. دائما ننصح الحذاء يكون برباط أو بلاصق، اللاصق يكون لكبار السن اللي يعانون من أمراض الروماتيزم أو مرضى السكر، لأنه دائما كبار السن يكون عندهم مشكلة ممكن في ربط الرباط أو اللاصق. معلومات جدا سهله وجدا بسيطه. ايوه جدا سهله، لكن صراحه بالنسبه لنا احنا السيدات هذه المواصفات، هذا صفات الحذاء البشع بالنسبه لنا، يعني والله هو بعيد كل البعد عن الاشياء اللي احنا بنلبسها صراحه. هو هنا المشكله، انا ما الوم النساء، ما اقول لها لا تلبسين كعب عالي مع انه هو مره سيء، ولكن لا تلبسين كعب عالي وتروحين تسوين شوبينج على سبيل المثال، لا تلبسين كعب عالي وفي دوام ممكن 8 ساعات أو 9 ساعات. أول كان عيب بس الآن صار شيء عادي، كبار السن تلقينهم لابسين ترينر لأنهم كبار السن يا أستاذ. الجميع يلبس، أنا لا أحد يكلمني في القدم خلاص. أكيد طبعا من حقك، يعني أكيد وإحنا هنا للتوعية. طيب خلينا أخذك كمان على هذه المقولة المنتشرة بين الناس، في ناس يقولوا إذا لبست الشراب وقت النوم هذا شيء خطر ومو كويس، وفي ناس يقولوا ما له دخل في هذا الموضوع، فإيش رأيك أنت؟ أنا ألبس شراب وقت النوم وما أنام إلا بشراب، ولكن في جوارب أو شراريب مخصصة للنوم. في البعض يلبس شراب ولكن يكون ضيق من منطقة الكعب أو فوق الكعب، فبمجرد حتى الشراريب الطبيعية مجرد ما نفسخها نلقى الشراب مسبب لنا علامة. ألبس شراب ولكن يكون وسيع عشان يأخذ الحرية ولا يقلل من نسبة تدفق الدم للأطراف أو منطقة الأصابع. في جوارب مخصصة فقط للنوم، تلاحظ كثير اللي يلبسون الجوارب هذه يلاحظ مع الوقت مجرد ما يقوم من النوم أساس الشراب مو موجود، يلقاه في آخر الغرفة. مصبوط. فيلبسون الجوارب بس اللي تكون مخصصة للنوم وموجودة في كل مكان. المفروض إنها تكون من القطن. تكون من القطن، تكون سميكة، لأنه عند أنا بلبسها عشان تدفي قدمي، ماني بلبسها أنا بقول عشان أشخص فيها. أكيد طبعًا، يعني كان مهم إننا نسلط الضوء على هذا الموضوع. شكرًا لك أستاذ عبد الله، شكرًا لوجودك معنا اليوم. الله يعطيك العافية. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل، هل تقبلي أن تساعد زوجك ماديًا وما هي الشروط؟
العلاقات المالية بين الزوجين لها دور كبير في الكثير من المشاكل والخلافات، وخصوصا إذا كانت المرأة عاملة ولها مصدر دخل خاص فيها. وهذا في كثير من التساؤلات، هل يجب على المرأة أن تساعد زوجها وتشاركه ماديا؟ شوف بنقول يجب، ها؟ مش اختيار. وما حدود هذه المساعدة وغيره كثير يعني. فخلينا نشوف في قول رأيك زميلنا مبارك الكويت بيسأل بعض السيدات إذا كانوا يقبلوا فكرة المساعدة المالية بين الزوجين أو لا. خلينا نشوف. أساعد ماديا بس إني أوثق يعني مساعدتي، أوراق وملكية حقوق وكذا لازم أوثق يعني. مثال إني مثلاً شرينا بيت أنا وياه كلنا دفعنا، أنا أوثق حقي هو أوثق حقه وهكذا عشان ما تصير مشاكل بعدين. أكيد إيه، لأن الحياة مشاركة وما في أي شيء يمنعني من أني أساعد شريك الحياة يعني. لو مثلاً أحتاج أي يعني، كان هو على عز طفرته وأحتاج مني أي مبلغ بعطيه لاني سدد اللي عليه واللي يحتاجه بعدين عادي اخذها منه. لا، هو يعتمد على نفسه افضل. شكرا مبارك، وشكرا لجميع السيدات اللي شاركوا في هذا السؤال باختلاف وجهات النظر وباختلاف الاراء. اكيد حاسال لبنى ايش رايك. استني كذا عشان اشمر عن ساعدي. استعدي. شوفي القاعدة تقول إيش تقول؟ القاعدة في قاعدة تقول هو في الموضوع؟ القاعدة تقول لا، أنا عارفة البيت اللي داخلته وعارفة القدر اللي داخلته، إذا من البداية أنت مو بقادر فلا تظلم بنات الناس معك. هكذا القاعدة تقول، يعني في الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء وبما أنفقوا من أموالهم. فالنفقة المالية مربوطة ربط، إذا أنتوا يعني للكثيرين من الرجال اللي ما زالوا يقولوا الرجال قوامون على النساء، نكمل الآية. تبغى تكون قوام كمل الآية، تبغى تكون مسؤول كمل الآية، تبغى تكون رجل البيت وعندك الصلاحية وعندك المسؤولية والآمر والناهي كمل الآية. بس تكون قوام في الأمر والنهي وفي الصرف تقول لها تعالي أنت، فهي إذن هنا هي طبعا القوامة طبعا، هي المسؤولة. تبغى لها تصرف، الموضوع هنا أخذ وعطى واتفاق. القوام القائم على المال وعلى مصروفات البيت، إذا احنا بنتكلم عن مساعدة في ظرف ما، في موقف ما، في احتياج ما، فالأمر له اعتباراته. طب لحظة لبنى، أنت قلتي أخذ وعطاء واتفاق، يعني المفروض أنه الزوجين يجلسوا مع بعض من قبل ما يتزوجوا إنهم يتفقوا، ترى أنت أبغاكي تصرفي كده وأنا حأصرف كده؟ لا، أنا أقصد الاتفاق في وقت الأزمة يعني فقط في الأزمات. في الأزمات يعني أنا الآن أنا داخلة، أنا ليش تزوجت؟ أنا متزوجة واحد أروح أتزوج واحد عشان أجيبه أصرف عليه؟ أكيد لا. طلب ولا حتى بفكرة إنه ما هي المساعدة متى هتبتدي ومتى هتنتهي؟ هل هعيش حياتي كله أساعدك؟ أيوة. هل هذا المطلوب؟ يعني هذا أمر أنا أعتقده مجحف للمرأة. المفروض يكون في وضوح في هذا الموضوع. أنا من البداية. شوفي من البداية خليني أرجع لك خطوة لما قبل الزواج. الآن إذا أنت عارفة وضعه المادي وأنت اخترتيه وأبغى هذا وبتزوج هذا على وراضية فيه على عيبه، شليها أنت من البداية، يعني أنت اللي شلت الشيلة. وأنا أقول الاتفاق هو القاعدة تقول إن الصرف على الرجل، إن الصرف عند الرجل. آية كريمة واضحة، وبما أنفقوا من أموالهم، أنت المنفق، أنت المسؤول. والله راتبها 18,000 وراتبه 3,000، أنت ستيل أنت المسؤول. طبعا ما في أحد يختلف في ذا الكلام، لكن مسؤوليات. لكن مر في أزمة، يعني أحيانا ما أنا ممكن أخذه ملياردير وتجور عليه الجوائر وفجأة ينقلب بالأمر وتدور الأحوال وتعرض إلى أزمة. لما يتعرض إلى أزمة هنا بنت الأصول تبين. بس ما مدى هذه الأزمة؟ يعني هل هذه الأزمة temporary مؤقتة أم هي خلاص إحنا حالنا تغير الآن forever؟
انا هنا ارجع اقول صعبه. شوفي هي كل حاله لها خصائصها رين. نعم. التعميم في مثل هذه الحالات صعب، صعب اقول لا بالمطلق، صعب اقول يجب عليها بالمطلق. هي ترجع لنوع الرجل، مسؤوليه الرجل. يمكن هو شخص اصلا هذا الموضوع هيجرحه ويرفضه طبعاً. فمن واجبها هي تسهل وتذلل وتيسر. كيف بنت الاصول تبين؟ تبين لما تيجي هي هنا. كيف الفرق بين هو يجي يطلب ويضغط ويجبر؟ فأنا أعتقد أنه المفروض هي تبادر، هي تعرض. بنت الأصول هنا، بنت الأصول هنا ليش أقول بنت الأصول؟ بنت الأصول سند زوجها. بنت الأصول هي وتد البيت. هي لو زوجها انحنى تعدله، هو لو زوجها انكسر تقومه. هي هنا بنت أبوها وبنت أخوها وبنت أهلها اللي تيجي تقول لزوجه لا تخاف أنا وراك. إذا كانت مقتدرة برغبتها بإرادتها، ولما تحس منه تقدير ذلك وتحس منه أنه شال لها هذه الجميل على رأسها، ولما يكون الوضع أزمة فعلاً ونحلها وهو يسعى وأشوفه بعيني قاعد يسعى، مش قال لي ما شافني أنا صرفت، قال والله شالت واستسلم. هي والله مقتدرة، هي عندها راتب، أبوها يصرف علينا، عمها يصرف علينا، أو whatever. هي مثلا هنا يخرج الموضوع من المساعدة إلى النبل. يعني هنا ما في الشخص هذا غير نبيل اللي يقول هي عندها أيوة. أصله عندها دخل، أصله هي غنية أيوة. فأعتقد أنه هذا شخص غير نبيل. لو سؤال علي أنا، هل تقبلي أن تساعد زوجك ماديا؟ لا. نقطع السطر، خلصت الحكاية، نقطع السطر. طيب أنت ريم خليني أسألك سؤال. أنا مرة احترمت وحبيت، أنت إنسانة كثير واضحة مع نفسك، عارفة وين هتخدمي وين ما هتخدمي، لكن إيش هي يعني لو فكرتي مع نفسك شوية، إيش اللي يحصل لازم وتقولي أنا هنا ممكن أساعد ولا بالمطلق؟ في الطوارئ، في الحوادث، في الطوارئ، في الأزمات، في المصائب. يعني ليش يعني في هذه الحالات ممكن إذا أنا مقتدرة ممكن ممكن. وشفت السيدة جاوبت أول واحدة وقالت ممكن نعم أوثق. أساعد ولكن أوثق. ترى هذا الصح، أتعلمنا من أهلنا وشفنا حكايات وشفنا ناس عاشوا 30 و40 سنة وكانت الزوجة تعطي وتشارك في البيت وتشتري سيارات وغيره، في الأخير تطلع بشنطة هدومها مطلقة وسمعنا قصص كثير كل حاجة حصلت، قصص كثيرة بالزبط. تعرضت فيها الزوجات إلى نصب من أزواجهم. ما أنا شوفي ليش قلت في البداية، ما هو يقول لك زوجك عادي زوجك، أنتم متزوجين، ما في بين الزوجين لا 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 لا، أنا مش مع قدسية العلاقة الزوجية. ما دخل لا لا لا. في الفلوس لا لا، قدسية العلاقة الزوجية في حشمتك، في احترامك، في الإخلاص، في الوفاء، في كل شيء ما عدا الأمور الفلوس. لا 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 مالك حق مالي علي ابدا. الزوج ما له اي حق مالي على زوجته، ما له حق، ما نختلف ما له حق، بس انه في ناس، في سيدات من طيب خاطر خلاص زوجي احتاج يلا خذ بارادتها بارادتها بقرارها. بس احنا بنتكلم على التوثيق. يعني انا اليوم مثلا اديتك 100,000 عشان في ظرف انت معين بتمر فيه، هذا في توثيق لازم اكتبه. ترى حتى في القران ربنا قال لازم بالضبط، لازم في كتابه، في كتابه عدل هنا يقول لك في كل شيء اكتب مع الغريب. تكتبي مع زوجك؟ ايوه. مع هتوقعي زوجك على أيوة ورق؟ مع زوج دخل ويجيك. المشكله وين يا ريم؟ في زوجي واخويا وحتى ابويا وحتى امي، هذه فلوسي انا اللي تعبت فيها، ما حد اعطاني اياها. بس الفكره احنا نخضع للاسف دائما للعيب أكثر من الحق. صح. عيب عليكي والله توقعين زوجك على ورق، هذه والله مش بنت أصول، هذا ما ربناك على هالكلام، زوجك إذا طاح أنت تساعدينه تروحين توقعينه، يا عيبة يا عيبة عليكي. أبا أساعده بس بتوثيق، لما ربنا يرزقك بعد 10 سنين ولا شيء، ولا بعد 30 سنة تطلقني وتنسى كل حاجة. أنت لا، أنت غير كذا. أسمع في كثير من قصص خاصة في عمليات بيع شراء البيوت. صح. لما تروح الزوج والزوجة يروحوا ياخذوا قرض عقاري عشان يشتروا بيت، ويقرروا الاثنين أنه والله أنا هدفع معك. أحياناً البنوك يعني تحفظ حقك لأنك أنت كمان قاعدة تاخذي قرض، بس تخيل يخلص القرض ويخلص الأمر وبعدين يروح البيت ينكتب باسم الزوج أو حتى باسم الزوجة والطرف الثاني ياخذ على راسه بعدين. فلا والله دفعتي في البيت يكتب نص البيت باسمك، المفروض دفعتي في السيارة تكتب نص السيارة باسمك. أعتقد اليوم صار عندنا ثقافة ووعي أكثر بهذا الموضوع. يمكن الجيل اللي قبلنا واللي قبل قبلنا يعني ما كان عندهم ذا الكلام، يعني على قولك كان عيب وما يصير وإحنا متزوجين وما في بيناتنا شيء، وأكيد أنت زوجي ما حتنكر حقي، وأكيد أنت زوجتي ما حتنكري. تعرفي ريم، أنا كنت ألاحظ شغلة
يمكن أنت ذكرتيها أكثر من مرة سابقاً، كثير في العوائل الغربية تلقي في العائلة شيء اسمه محامي العائلة، عرفتي؟ فمحامي العائلة إيش دوره؟ محامي العائلة إيش دوره؟ محامي العائلة مثل هذه العمليات الداخلية، أنقل من حسابي لحسابه، هناخذ من حساب، يعني خاصة مثلاً في العائلات اللي هم عندهم استثمارات أو الفاميلي بيزنس كومباني أو الأشياء اللي زي كذا، ترى هذه التداولات القانونية موجودة. احنا نتكلم الان فليه ما تتداول ايضا على المعاملات الماليه الصغيره. والله انا يا اخي يا زوجي انا باخذ منك قرض خاص، انا ابغى اشتري سياره وابغاها باسمي، مع انه المفروض تشتريها بدون اي شيء، المفروض تجيب لي سياره اذا انا محتاجه، المفروض تجيب لي لاني انا خلينا نقول انه ما هو مقتدر على اذا ما انت مقتدر وبتجيبها وقلت لك ساعدني فيها، انا ما عندي مانع انك اقترضها بقرض مسجل ومبين واسدد لك، بدل ما اروح اقترض من البنوك بالفوائد اقترضها منك انت احسن، في حال ان انت كانت قدرتك متوسطه تقدر تمولني اني اجيب سياره او اجيب مثلا ذهب او whatever ايش لاحتياجي الخاص. لكن نرجع للب الحديث، اذا هو مر في ازمه هل انا واجب علي اساعده او لا؟ انا رايي لا، ما هو مو واجب، احنا ما بنقول انه واجب ولا حتى انت تكلمتي على بنت الاصول دحين، انت تكلمتي صح. على بنت الاصول هي التي تبادر برغبتها. برغبتها وبارادتها وبكل محبه، في هنا زوجي طاح لازم اوقف معاه شويه، والله على حسب زوجي وعلى حسب على حسب على الموقف إيوة. وعلى حسب الحاله وعلى حسب ايش هي المشكله، يعني والله مكرمني معززني مهنيني مالي عيني صارف علي كيف تاريخه معك شايلني يا ما دلعني ويا ما جابي ويا ما سوالي صح. لما يطيح وانا قادره اكيد يعني عيبه لو ما كذا، لكن والله مجنني مكفرني مطلع عيني محارمني معيشني حياه صعبه، وكان ماخذ فلوسه ولا شغله ولا نفسه ولا روحته ولا جيته كثير، يقول لك يصرف على نفسه ويروح يقعد في استراحات ويروح يطلع ويسافر مع اصحابه ويجي علي انا ما يبغى هذا لطاح، ليش ان شاء الله اشيله؟ انه اصلا ما كان بيصرف عليها، ما كان اصلا موجود، انت لست موجود في الحياه، طيح ألف طيحه انا ليش اساعده؟ عشانك بنت الاصول. لا انا هنا مش بنت اصول، ويعني انا احس انه اصنع تاريخك مع زوجتك رتب مع ابني لليوم اللي يكون فيه تحتاجها، يعني هو اللي هو يعني هي العلاقات الزوجيه ولا هي لازم تكون علاقه مبنيه على المحبه والموده والصدق والصراحه، وخلينا نقول تكون شفافه ما فيها اي اهداف اخرى او تطلعات اخرى او تخطيط كل واحد بيخطط على الثاني، لا هي علاقه نظيفه وتملاها الموده، يعني فدائما تكون الصوره واضحه وصريحه بيناتهم. تعرفي ريم كمان انه احيانا كان يكون في بعض الغيره من الازواج لما يلقى زوجته مثلا ترقت في مهنتها، عرف ان راتبها اعلى من راتبه، فيبدا يقول لها انا ما اقدر على هذا وما اقدر على هذا وما اقدر على هذا، يستغل الموقف. ايوه يعني مثلا كان خلينا نقول كان مثلا يسفرهم في الصيف كل سنه يروحوا مثلا يغيروا جو، وكان يسوي لما عرف ان هي توظفت وصار يعني راتبها كويس ودخلها يمكن اغلى، يعني راتبها اعلى من راتبه، يجي يقول لها ترى انا هذه السنه ما اقدر، او نتشارك. لا لا خلص عرفتي، انا هذه القصص تصلني كثير انه والله ما اقدر، انت يعني تبون تسافرون شيلي الموضوع هنا يا حبيبتي، رتبي سفره لك ولعيالك وخذي صاحبتك معاكي وروحي استمتعي وقولي لا اقعد. طب صح اذا هو ما هو مقتدر ما حيسافر اكيد. يا ما شلتك يا ما شلتك ويا ما بغيتك ويا ما وديتك ويا ما هكننتك فكذا، الا اذا كان على فكره يا جماعه في الكنترول هو يقول هو يبغى كذا، فعشان تكونوا عارفين الخطه اذا جاء قال لك لا انا ما ابغى اصرف انا ما أبغى عندي أسافر. يبغى يسفرك عشان هو ياخذ عشان هو يقعد، ثلاث سافرين قعدي قعدي معه بالضبط، يا يعني نروح مع بعض يا يعني نجلس قولي لا يا نسافر احنا الكل يا نقعد احنا الكل يا نموت مع بعض حبيبي يا نعيش احنا الاثنين يعني فهذا هو. لكن في النهايه نقول انه الزواج هي مؤسسه مقدسه لها قدسيتها بين الزوجين، تقوم على الصدق والصراحه وصفاء القلوب وصفاء النيه والموده والرحمه بين الزوجين، مو معناته انه زوجي اليوم هو كويس معايا ودائما كويس معايا وبيقوم بكل طلبات البيت وبيصرف وكذا، في يوم من الايام حصلت ظروف او حادثه او من هذا القبيل نقص عليه فلوس شويه، اذا انا ساعدته ترى ما فيها شيء. بس انت قلتي لا. انا قلت لا في مثلا اذا اتفاقي يعني في الصرف، يعني انا اجي انا ادفع الاجار انت تسوي تجيب كذا، هذه لا طبعا 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 لا. وأنا أعتقد إحنا نتحدث في حديث الناس كلها عارف توري نعم. يعني وأرجع أقول هي كل حالة لها خصائصها وكل حالة لها أسبابها، اللي ما في دليل إجرائي
يتبع الجميع، ما في دليل إجراء يقول والله قاعدة على النساء في حالة تم طلب من الزوج الصرف المالي فعليك، ليست مواد قانون، هي حياة، هي لها روح ولها شعور ولها موقف ولها رغبة ولها أشياء كثيرة تحكم إذا كانت هذه المرأة تقدم المساعدة أو لا، واعتبارات خاصة فيها واعتبارات خاصة فيه. بالضبط. فليس لا بالمطلق وليس نعم بالمطلق، ولكن بالضبط. عيدي حساباتك في علاقتك بزوجك، إن كان يستاهل يلا مشيها سعدي، إما كان يستاهل خلي فلوسك لك. مشاهدينا كانت فقرة شوية ساخنة، فاصل قصير ونرجع لكم. بعد الفاصل، سعودية تبدع في الأعمال اليدوية وتتعاون مع الصحة في كيفية صنع الكمامات المنزلية. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة إبداعية مع سيدة سعودية كرست وقتها وجهدها في نقل معرفتها بالأعمال الحرفية لتعليم محبين هذه الهواية طرق وأسس لصناعة بعض القطع عن طريق استخدام عدة أنواع من الفنون اليدوية. نرحب بتواجدها معنا في الاستوديو نورة سلمان، صانعة محتوى فني تعليمي في مجال الخياطة والفنون اليدوية. أهلا وسهلا نورة. يا هلا والله فيك. لما نقول الفنون اليدوية، هل إحنا نقصد الخياطة، نقصد اللي هي أي حرفة يدوية نسويها باليد؟ عرفيني أكثر، يعني إيش نقصد بالحرف اليدوية؟ أي حاجة إحنا ممكن نسويها من يد، سواء رسم، خياطة، كروشيه، تريكو، نجارة، أي حاجة. كل هذه تصنف كحرف يدوية. طيب وأنت يا نورة متميزة بإيش؟ إيش الفن اللي أنت متمكنة منه في هذا المجال؟ يمكن أكثر شيء الخياطة، لأنها أحس أنها تجذبني أكثر. عموما أحب أغلب الفنون، يعني مثلا بعض الفنون اليدوية، مثلا أشياء بالورق، أشياء بالصلصال، يعني أحب أني أجرب، وهذا اللي خلاني يمكن أستمر لأني أنا أصلا أحب هالشيء. بس يمكن الخياطة لقيت نفسي فيها. خياطة إيش بالضبط؟ كثير أشياء أحب. أشياء للبيت، اتجهت مؤخرا لصناعة اللحف، ألقى فيها يعني كيف أنك من عدة أقمشة تحولينها لقطعة فنية. جميل. يعني تطلع مرة جميلة، وتاخذ وقت طويل وأنت تشتغلين، ففعلا يعني تستمتعين فيها وأنت تسوينها. طيب أنت تميزتي الآن في كمقدمة محتوى أو صانعة محتوى خاص بهذا الإبداع وبالفنون اليدوية، كيف قدرتي تصنعي من حرفة أنت اللي تأديها، أنت اللي تستمتعي فيها، إلى محتوى يتابعوك ناس عليه ويتعلموا منك ذلك؟ يمكن لأني من بدأ الإنستغرام وأنا كنت موجودة، كانت هذيك الوقت كنت في غربة، كنت أدرس ماجستير، وكنت أشارك الناس بعض اليوميات، ويمكن يعني عشاني أحب أصلاً الأعمال اليدوية صرت أشاركها مع الناس. مع الوقت بدأ يكبر اسمي، كنت أصور لسناب شات، بعدين حسيت أنه كأنه يضيع وقتي أصور بعد 24 ساعة يروح، فحسيت أنه لازم يعني دامي أنا أحب هالشيء بكرس شوي وقت زيادة وأصور هذا المحتوى، لأني أحب أني أنقل هذه المعلومة. فمن هنا أنا بديت يعني على شوي شوي أكبر في هذا المجال. حلو، توثقي بشكل أنه أي أحد يقدر يرجع يشوف هذه الفيديوهات ويستفيد. يعني كنت يعني بعض الأحيان أنقهر أن أحد يجي يسألني عن شيء وأنا مثلاً شرحته من يومين في السناب. بالضبط بالضبط. فرغم أني ما أحب كثير التصوير أنه كفيديو، يعني مو يعني أحب أشتغل بيدي، بس حسيت أنه لا، دامك تحبين توصلين المعلومة صح. كرسي شوي زيادة وقت وصوريها وحطيها في محتوى، يعني حتى أنا أستمتع أني أناظر نفسي بعدين. ما شاء الله عليك. طيب كلمين على الفن اللي أنت متميزة به، صناعة البطانيات والجاكيتات، اسمه إيش هذا الفن؟ هذا فن الترقيع بالعربي اسمه الترقيع. أي لأن تجمعين عدة، يعني هذه كلها قصاصات مجموعة مع بعض، ركبتها بعدين ركبتها مرة ثانية وكونت فيها هذه القطعة، مثلا هذا جاكيت. يعني انت الان هي هذه، مش هي هذه القماشه، انت ما اخذتي قماشه جاهزه الان؟ لا، يعني هذا الرصاصي قماش، هذا المشجر قماش، هذا قماش، هذا قماش. كميه الوقت اللي ياخذه منك صراحه، هذا اخذ مني اسبوعين، بس اسبوعين تعتبر شوي قصيره لاني انا كنت مره متحمسه فاشتغل، يعني بس اخلص شغل البيت ارجع اشتغل اسوي هذا الحاجه. بس صغيره مره القصاصه، مره صغيره، لاني كنت ابغى الجاكيت اللي يشوفه ما يمل منه، ما يكون له ديزاين معين، يعني ما يكون مثلا له رسمه معينه، مثلا هنا هذا يشبه نفس الفن، بس هذا كأني أخيط على ورق عشان أكون هذا الشكل، مثلا هنا شكل فيل، ف يعني
عشاني متحمسه تخلص القطعه معي بسرعه. بتخلصي. طيب ومحشي ايش هذا الجاكيت او هذه على حسب انت اللي تبغين الحشوات. اي هذه حشوه خاصه بالملابس ايه؟ تكون تدفي. واللي يميز يعني انا احب في الدروس اللي اقدمها انها تكون حاجه بسيطه حتى اللي ما عندها ادوات تقدر تسويها. مثلا هذا الجاكيت تقدرين تلبسينه على الوجهين ما تبان الخياطه من جوا. فحاولت اني اجيب طريقه ما استخدم فيها اللي هو ماكينه التنظيف ولا يكون في خياطه من هنا عشان سهل على اي واحده انها تطبقه باي طريقه انه خلاص حتى تقدرين تلبسينه على الوجهين. انت عارفه يا لبنى اللي عجبني في الفكره هذه انه مثلا ملابس الاولادنا الصغار لما يكونوا مثلا نفس سنه وكذا وخلاص لما يكبروا ممكن تاخذين نفس الاقمشه هذه بالضبط. كثير في مقاطع كذا ياخذون اقمشه او حتى بطانيات مفضله عندهم يقصون البطانيه على شكل الجاكيت ويحطون لها تلبيسه من جوا وخلاص ويطلع بنفس هذه الفكره يعني انه يحتفظوا بيها وكذا. حلو جميل. نورا انت كانت لك مبادره او وقت ازمه كورونا انك نشرتي كيف ممكن نعمل الكمامه تقريباً قبل ما اتذكر بالضبط بس اعتقد كان جاء خبر انه فيه بس انا ما كنت يعني في النيه الاولى ما كان انه عشان انه فايروس بس اعتقد قبلها بشهر قبل كورونا بشهر سويت المقطع لانه ممكن المقطع يعني الكمامة يستخدمها أي أحد ممكن حتى يعني الإمرأة في البيت تستخدمها وهي وقت ما تنظف عشان الروائح فسويت أنا المقطع وبعد ما جت أزمة كورونا وجاء الحجر الكلي بحث الوزارة عن أحد ممكن إنه أو عن أفكار عموم للكمامة يكون سهلة وصلوا لي وحبوا إنهم إني أسوي لهم الفيديو كان لأن وقت حجر كلي ما يقدرون يجيبون أحد يصورونه عندهم بعدين يسوون مقطع يبغون أحد يسوي كل الشغل طبعا بمقابل مالي فيسوي كل الشغل يسوي الفكرة ويصور وخلاص يعطيهم الفيديو جاهز فكانت هذه من الأشياء صراحة اللي جميلة كيف أنهم كيف أني أنا كفرد بس أنشر مقاطع تعليمية في اليوتيوب أنها توصل لي يعني مثل وزارة الصحة. بس الكمامة نفسها يعني تصميمها وخياطتها ما كان شيء سهل خصوصا أنه شيء جديد علينا لسه إحنا تونا نبغى نلبس الكمامات وكذا فكيف جبت التصاميم حقتها كيف عرفت الأساسيات مثلا الطبقات أو نوعية القماش اللي لازم تستخدميه في الكمامة. عموما أنا في دروسي لما أجي أنا أسويها أحب أبحث يعني مثلا أعجبتني فكرة أو في بالي فكرة أحب أبحث عن أبسط 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 طريقة ممكن أني أنا أجرب قبل لا أصلا أصور المقطع أجرب عدة أفكار يعني أطلعها بأبسط صورة فالكمامة أنا لما سويتها كنت أبحث عن طريقة أنها مرة سهلة مرة يعني حرفيا سهلة فلما سويت المقطع هذا الفيديوهات اللي نشرتها وزارة الصحة هذا احنا اتفقنا مع بعض هم يعني جابوا عدة افكار وافكار مني فنبغى شيء سهل فسووا هذا المقطع يعني طلبوه مني وانا سويت هذا انت المقطع انت اللي سويتي ايه جميل ايه يعني هذه ايدي يعني انا اللي سويتها يعني طلبوا اني اسوي زي البندانة فجبت قطعة قماش خطها من الاطراف انه بطريقة سهلة يعني حلو. وتكون متوفرة في اي بيت خلينا نقول مواد متوفرة أي هذا كان هدفهم الاول بالضبط أي. ما شاء الله. قولي لي إيش كانت أثر هذه الفيديوهات على الجمهور العام؟ هل وجدت استجابة؟ هل وجدت الناس استسهلت الموضوع؟ شفتي ناس تابعت؟ ناس سوت أرسلت لك المقاطع؟ كيف كان تفاعل المستفيدين؟ صراحة يعني شيء لا يوصف يعني عموما علي أنا أثره على نفسي وأثره على طبعا كثير من متابعات عرفوا لأن هذا كان نفس الستايل دايما أنا أصور فيه في نبتة هذه دين نورة فعرفوا المقطع من قبل أنا أصلا أقول لهم أن ترى أنا متعاونة مع وزارة الصحة كثير ما شاء الله بنات فتحوا مشاريع صح. وباعوا كمامات قماشية لأن الكمامة القماشية يفضل لها قطن أو كتان فكثير ما شاء الله بنات بدأوا يسوون مشاريع من هذا الشيء ما شاء الله عليك يا نورة نورة أبغى يعني لفت نظري يعني غير بس كمان نرجع لموضوع القصاصات والجاكيتات والبطانيات مو بس يعني أقمشة صغير حجمها كمان طريقة الخياطة يعني هنا هذه مثلا على شكل معين الثاني على أشكال أخرى يعني مثلا فكيف بتحددي هذا الشكل وإيش صعوبة هذا استخدام هذه التقنية غالبا هي تجي باترون جاهز تشترينه ممكن أنت تسوين أصلا باترون ممكن يعني والباترون يجي مستويات في شيء متقدم في شيء صعب لأن المربعات لما تجي تركبينها في الشكل النهائي يمكن ما تتطابق يعني لما جيتي خطي البلوك الأول ما سويتي نفس البلوك الثاني فلما جيتي تركبينهم مع بعض
ما يركبون، وهنا يعني هنا اللي يكون شيء مميز أو الشيء الممتع فيه أنه لازم تكونين دقيقة في جميع المراحل، لأنه هو اللي بيطلع الشكل النهائي. زي هذه البطانية نفس الشيء ما أخذت مني وقت طويل، لأني صراحة أنا كنت مستمتعة. هذه البطانية يعني كبيرة تعتبر، يعني هذه البطانية فيها قطع صغيرة وكبيرة جداً. وأشكال مختلفة بس جدا ممتعة صراحة، يعني أحس أنه فن تبهرك، ان حتى اللي يتابعوني كانوا يقولون كيف الالوان هذه بتتناسق مع بعض. فشكلها النهائي نورة انت شغوفه بهذا، واضح جدا جدا شغوفه. طيب من سعداء الارض الناس اللي اكثر سعاده اللي يتوافق عمله مع شغفه وهوى، اكيد. هل انت اخذتي بهذه الهوايه وهذا الشغف الى خط التجاره والاستثمار، ولا انت متوقفه عند فكره رفع الوعي ونشر الطريقه ونقطه؟ والله صراحه كلهم ما حصلت أنا وظيفة بتخصصي، بس فترة أنا ما عد بحثت، لأني لقيت نفسي في هذا المجال، لقيت نفسي صار في من وراء عائد، صار من وراء عائد أكيد، سواء من الانستغرام أو من أصل اليوتيوب كصانعة محتوى فيه. جميل. يعني لقيت نفسي في الشيئين، يعني أني أنا قاعدة أسوي شيء أنا أحبه، وفي نفس الوقت أني أنا قاعدة أشرح، وهذا الشيء يعني أنا صرت أحبه يعني أو اكتشفته بعد في ما تفاعل تفضلت. على قناة اليوتيوب أكيد. إيه كم عدد المشتركين فيها؟ 200 و ما شاء الله 8000 ما شاء الله 208000 مشترك ما شاء الله عليك. تستاهلي والله يا نورة، لأنه فن مميز وجميل جدا. لاحظت كمان في قطعة ثانية جايبتها أعتقد من الصوف. أي هذه من ضمن، يعني تعتبر عمل يدوي، لأنها هي مجرد أنها خيط عملاق، عبارة عن قطعة قماش محشوة قطن، وبعدها تسوينها بفن الحياكة باليد، تدخلينها في يدك وتبدين تحيكينها وتطلع معك. هذه الأفكار من وحي خيالي؟ لا لا لا، بعضها أشوفها بس ما تكون منتشرة عندنا في الوطن العربي، فأحب أني أركز عليها، خصوصا إذا لقيت الخيط موجود في متوفرة الأدوات، متوفرة. يعني ما أحب أجيب حاجة أو أسوي درس وصعب عليهم يلقونه، لا أحب أنه. وغالبا في كل مقاطعي أقول الخيط خدته من فلانة أو شريته من المحل الفلاني، لأن هدفي إنها هي تقدر تسويها، ولو حبت إنها تبدأ مشروع أنا يعني قلت لها وين فيه الأغراض. مين الفئة اللي دائما تتابعك وودهم يتعلموا؟ هل هم السيدات، الأطفال، خصوصا إنه تعرف الأطفال اليوم في السوشيال ميديا والتكنولوجيا وكذا، هل يستوي يعني يشدهم هذا الفن، يحبوا إنه يتعلموا حاجة تتعلق بالخياطة والأعمال اليدوية؟ في والله صراحة في، يعني من جميع الأعمار يرسلوا لي بنات صغار على أعمار 12-13 سنة، يرسلوا لي مراهقات، يرسلوا لي أمهات، يوروكي أعمالهم جدات. بعد ما سووها أي صراحة، يعني يمكن لأنهم أشوف أنا الشخص اللي عنده عمل يدوي دائما يكون مشغول، فيعني يرسلوا لي بعد فترة، يرسلوا لي مجموعة أعمال سووها. بالعكس يعني في إقبال في جدا، خصوصا إنه في الوقت هذا صار سهل إن إحنا نطلب أونلاين كثير. صحيح. فأي أداة تبغينها، أي قطعة قماش بتحصلينها بسرعة، فصار بالعكس يعني في إقبال جدا كبير عليها. حلو حلو نورة، يعني هذا الفن صراحة مميز جدا وجميل، نتمنى لك التوفيق، ونتمنى نشوفك كده تكوني متوسعة أكثر في هذا المجال وتحققي طموحك. شكرا لك نورة. شكرا لكم مشاهدينا، فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل مي الجبر تتحدث لسيدتي عن مبادرتها في التوعية حول سرطان الثدي. العطاء يشكل كل تفاصيل يومها، والسخاء يجري دوما بأدق أمور حياتها. إلهامها القدر وحب من رحلوا عنها كي تنشئ مركز مي الجبر للكشف المبكر عن السرطان، وفق أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، وتقدمه للمجتمع وبشكل مجاني. زميلنا موسى يحيى التقى بسيدة الأعمال والمجتمع مي الجبر وألقى الكثير من الضوء عن حياتها، نتابع في التقرير التالي. هي سيدة العطاء على مدى العقود، وهي الركن الثابت في ذلك منذ سنوات. أينما وجد البذل تجدها هنالك مزهرة، وأينما حل السخاء
يعتلي اسمها القائمة السيدة الفاضلة مي الجبر، حفيدة التاريخ الخيري والعمل الإنساني. أنا من أهل الأحساء، أهل الطيبة والعطاء، وفرد من أفراد أسرة الجبر التي عرفت بحبها لعمل الخير. والدي عبد العزيز الجبر يهوى مساعدة الآخرين. عمي رحمه الله الدكتور محمد حسن الجبر يهوى أيضا مساعدة الآخرين، ترك نصف تركته للأعمال الخيرية. من ناحية والدتي رحمة الله عليها فهي أيضا من أسرة الجبر، خوالي أبناء الشيخ حمد الجبر الله يحفظهم رواد في الأعمال الخيرية، ولا يزال دائما يعلق بذاكرتي منزل جدي الشيخ حمد الجبر وهو مفتوح للفقراء. كيف جت فكرة إنشاء مركز متخصص في الكشف المبكر عن السرطان ويكون بشكل مجانا؟ مما لا شك فيه إن كل أسرة وكل بيت فقد شخص أو أكثر بسبب مرض السرطان، وأنا من هؤلاء الناس، فقدت أعز الناس بسبب تأخر اكتشاف هذا المرض. من هنا جاءت الفكرة. المركز بداية وليس نهاية لحلم كبير في عمل الخير. عندي رغبة كبيرة في الاستمرار في العطاء. عام 2012 قررت التبرع لعمل خيري يخص مرضى السرطان. رغم أني بعد وفاة زوجي كنت سيدة أعمال، اتجهت في التبرع على الناحية الطبية. المركز بني وجهز بأحدث الأجهزة آنذاك، تم افتتاحه ولله الحمد على يد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف في مايو 2016، مما أسعدني كثيراً مقابلته شخصياً. بالرغم من كل السنوات التي قضتها في العمل التطوعي، إلا أنك حين تحاور السيدة مي الجبر تشعرك بأن كل ما تحقق وفات ما هو إلا شغف لما هو آت. حبي لعمل الخير المستمر الدائم وصلني إلى أني أكون عضو في مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، ثم كلفت برئاسة جمعية السرطان السعودية في المنطقة الشرقية بالنجاح في الانتخابات بنسبة 97.5%. أشكر كل من دعمني. أكيد نشكرك يا أستاذة مي، تواصلك بالجانب الإنساني واهتمامك بهذا الموضوع، ودائما العطاء، دائما نقول المرأة عندها عطاء لا حدود له. انتظرونا بعد الفاصل وفقرتنا الأخيرة. بعد الفاصل، الزواج ومفهوم الحرية في الاختيار بين المرأة والرجل. في حلقة سابقة وفقرة سابقة تكلمنا عن هذا الزمن وطرق الزواج في هذا الزمن، واللي تفاعل كثير من المشاهدين معها ما بين مؤيد وما بين معارض عن أنه كيف الرجل يختار زوجته وليش يختار زوجته واختيار الأم والعكس كمان أو العكس. صحيح، طبعا هذه مؤسسة مشتركة بين الرجل والمرأة، لها أسس وقواعد أكيد محددة، ولكن في الوقت الحالي أصبح الكثير من الناس يرفض اختيار شريك العمر على أسس وقواعد أو عادات أو تقاليد أو أعراف أو قبيلة أو أسباب لها بداية وليس لها النهاية.
الزواج طبعا هو مفهوم حر في الاختيار، وأعتقد ولا أجزم بذلك أنه من أحد أهم أسباب الحرية الإنسانية هو اختيار شريك الحياة. طبعا عشان نتكلم بطريقة اجتماعية وواقعية أكثر، معانا اليوم خلينا نقول الرائدة في هذه الأمور ندى الأطرش، أخصائية نفسية إكلينيكية. وراهم الناس ما يبون يختارون يا ندى؟ لأنه الاختيار مسؤولية والقرار الإنسان بيدفع ثمنه مع الوقت. هل إحنا متخوفين يعني ما بين إني أخذ حريتي وأختار شريك حياتي وأتحمل مسؤولية اختياري، أفضل إني أروح أخلي أبوي يختار ولا أمي تختار ولا أخوي ولا أفوض أي أحد عشان لما تطلع الزواجة مش مضبوط أقول له أنت السبب؟ ممكن نعم، لأنه الحرية مسؤولية مرة كبيرة. في كثير من الأشخاص وده يختلف لنمط شخصياتنا، في كثير من الأشخاص بيرفضوا الحرية، هم مش قادرين على أنهم يتخذوا، ما عنده ثقة في نفسه في اختيار. هي إيش الحرية؟ نرجع لمفهوم الحرية. طبعا الحرية مفهوم مرة واسع. الإمام محمد عبده يقول نحن كلنا عبيد الله، ولكن غير ذلك نحن أسيادة. فأنا كإنسان أنا سيد نفسي. حتى الله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار. طيب حتى في الكفر أتكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ ما في إكراه الله سبحانه وتعالى لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحرية هي إرادتي في فعل أي شيء، وبتتنوع بقى حرية شخصية، حرية سلبية، وحرية إيجابية، وحرية اجتماعية، وحرية اقتصادية، وبتتنوع. في ناس بيمتلكوا الحرية الاقتصادية، في ناس بيمتلكوا حرية اجتماعية، حرية التعبير عن الرأي، يعني بتختلف باختلاف المجتمعات. في أشخاص طرق تربيتهم طيب، اللي أمهم مثلا بتسوي لهم كل حاجة، بتاخد القرارات عندهم، بتحميهم زيادة عن اللزوم أو بتهملهم زيادة عن اللزوم، بيكبروا مش فاهمين المفهوم، مش عارفين ياخدوا قراراتهم، مش عارفين يكونوا أحرار، فيا بيهربوا من الحرية. لأنه الحرية بعد كده حتكوني أنت مسؤولة فيها عن كل قراراتك. أحيانا الحرية كمان بتخليك في وجه المدفع، يعني بتخليك لحالك. يعني دحين في أوروبا وأمريكا النساء كلهم أحرار زيادة عن اللزوم، فأحيانا أنا لما بقعد بتابع النظم الاجتماعية عندهم هناك، النساء كثير بتخاف من الحرية، بالعكس هي النساء تخاف من الحرية. أيوة النساء تخاف من الحرية، لأنه الحرية هناك يعني أنت تعتمدي على نفسك من A ل Z. فالمرأة أحيانا بتخاف وبتتعب وبتشعر بالوحدة أحيانا، فبترفض هذا النوع من الحرية. طيب ندى خلينا نتكلم على أرض الواقع اللي بنعيشه اليوم. لو نتكلم على حرية الزواج واختيار الزوج أو اختيار الزوجة، دائما يعني إحنا في عمر مثلا تكون البنت في عمر أو الشاب في عمر تكون نظرته عاطفية أكثر، تكون نظرته ما يفكر في المستقبل البعيد جدا، بينما تكون الأم أو الأب يكون عندهم نظرة يا بنتي هذا ما ينفعك، ترى هذا الزواج مو صح. يعني تكون البنت مثلا مختارة بناء على حريتي، لكن مثلا مطلق عمره في الخمسينات وعنده أولاد كبار، وتقولك لا أنا مثلا مناسبني وأنا لسه بنت صغيرة، لكن الأهل عندهم برضهم نظرة وقد تكون نظرتهم صحيحة. يعني هذه الحرية ليس بالضرورة تقود إلى اختيار صحيح وسليم وعقلاني. طيب ومنطقي. قبل ما أجاوبك على هذا السؤال أبغى أتطرق على موضوع الحرية عند المرأة. نعم. طيب الحرية عند المرأة من المفاهيم اللي ظهرت في عام 1951، وكانت مفاهيم يعني أول ما ظهرت حركة في أوروبا، وكانت المرأة هناك مستعبدة فعلا، يعني مستعبدة لأنهم هم استخدموها في العمالة، فكانت بتعمل أكثر من الرجل وبتاخد أجر زهيد، لا يحق لها الانتخاب، لا يحق لها أنها تملك اسمها، لا يحق لها التجارة، ما عندها حرية اقتصادية، ما عندها حرية تعبير عن الرأي، ما عندها أبدا ولا حتى حرية التعليم. بينما نحن أول جامعة أسست في الإسلام كانت مؤسستها فاطمة بنت عبد الله الفهري، من أشهر نساء العالم الإسلامي في تونس في 885 أسست أول جامعة، كان مسجد وسوته سوته جامعة، جامعة القيروان قائمة إلى الآن. طيب كان لا يحق للمرأة التجارة في أوروبا، بينما نحن سيدتنا خديجة هي أول تاجرة عرفها العالم الإسلامي. لا يحق لهم التعليم. أم عطية أسست في زمن الرسول، شاركت معه بسبع غزوات وأسست أول مستشفى أو مؤسسة للتمريض. شفاء بنت عدوية كانت بتنزل للسوق
في زمن عمر بن الخطاب كوزيرة التجارة، كانت وزيرة التجارة نعم. في هداك الوقت في أوروبا في عام 1985 هذه أو 95 هذه الحقوق كانت مش موجودة تماما. من هنا طلعت حركة حرية المرأة واستمرت. طيب للأسف المفهوم وصلنا متأخر، مش متأخر غلط. ما مو حقنا نحن تاجرات، نحن بنحتفظ بأسماءنا، نحن نورث لينا حقوقنا. طيب فأنا قاعدة أقول إنه الحرية هنا المفهوم اللي وصل، إذا نحن نبغى نقول نتحرر، نحن نتحرر من زوج ظالم حالة، نحن نتحرر من أب ما يبغى يزوج بناته عشان يأخذ رواتبهم حالة. طيب نحن نتحرر من زوج طليق ما يبغى الأم تشوف عيالها حالة. طيب بس أنا كأمرأة أنا على مر العصور ويشهد لي العالم، طيب أنا حرة. خلينا أنا يعني ضروري نكون هذا المفهوم واضح لنا كنساء، نحن لم نستعبد كنساء مسلمات أبدا. وإن صح عنا المفهوم فهو علشان حالة عندنا، حالة وعممت حالة بسبب سوء إدارة الرجل للحياة. طيب صح؟ طيب فعشان كده نحن هنا، انا دائما يقولوا لي حريه المراه، اقول لهم انا عمري ما حسيت اني انا اصلا مستعبده عشان تقولوا لي حريه المراه، بالعكس انا مدلعه في العالم العربي بالضبط وفي ديننا اصلا. أيوة. ماخذين حقوقنا كامله وياخذ في قراراتنا. نعم. ترى الزواج يقع لا يحق اذا ما وافقت العروسه طبعا. طيب عندنا تستأذن عندنا. نعم. هذه الامور كلها ما كانت موجوده في اوروبا، هذه الحقوق ما كانت معروفه لا من خلال الكنيسه ولا من خلال القوانين حقتهم اللي انحطت لها. حتى لما عملوا قانون الحرية في بريطانيا قالوا يحرروا المرأة، إيش سووا؟ سووها في كل الأشياء مع الرجل، تدفع زيه في الضرائب حرية سواء وليس الولي خطأ إيه؟ وبعدين تشتغل زيه في كل شيء، يعني تشتغل سواك كليكتر سواك كده شاحنة وتحمل وعاملة إيه؟ في أشياء أنا كأمرأة يعني أنا ما أرضاها لا علي ولا على أي بنت من عالمنا، ولا أرضاها لأي واحدة في مجتمعي. هناك هم ساووا فالمساواة كانت خاطئة، وللأسف نحن أخذنا المفهوم بدون استدراك. فأنا أتمنى أنه ننشر الوعي الحقيقي، نحن محتاجين الحرية لحالة، بس الحرية نحن نمتلكها. yes. طيب ندى خلينا نرجع إلى لموضوع اختيار الزوج أو الزوجة. اختيار الزوج. نعم. هنا يعني هي أصلاً أنا الإسلام عطاني هذا الاختيار. طيب. كيف طيب. عطاك هذا الاختيار؟ أحتاجك أنك تتكلمي شرعاً وديناً عشان ناس كثير تيجي تقول لك لا كيف؟ لا شرعاً وديناً ما أقدر. لا متخصصي. يعني ما أتكلم الأدلة ولا وما ورد في الكتاب وما ورد في السنة، ليس هذا مقصدي، ولكن الآن زي ما أنت تفضلتي نحتاج نرفع الوعي بحرية المرأة إن هي أصلاً حرة في الإسلام وفي العالم العربي. يعني زي المثال اللي هي ضربته. نعم. أنا أقول خلوها تتزوج. انت لكن تحكمنا العائله والعادات والتقاليد وايش يقولوا الناس وكيف انت بنت زي كده تتزوجي واحد زي كده والعكس صحيح في الله. نعم. الله اعطانا الحريه حتى في الكفر. طيب فانا كمان في بنت واعيه ناضجه، انا كمربيه طيب ما علي لها الا النصح، ترى هذا الزواج غير متوافق. طيب كمان هي كامراه واعيه لازم في شروط لتوافق الزواج صح؟ صحيح. اذا توافقت الشروط 5-6 من هذه الشروط تمم الزواج، بس إذا غير متوافق مثلا المفروض لا. مو أنا عقلي غير عقل أبوي وأمي، مو أنا فكري غير فكر أبوي وأمي، وأنا رؤيتي ونظرتي غير نظرة أهلتي. في قوانين عامة وفي قوانين ثابتة. نعم. طيب وفي شواهد، فأنا أشوف قديش أنا كلامي يناسب هذا القوانين العامة أو أبوي، مين اللي يرجح أكثر؟ يعني مين اللي وقتها بيتكلم في القانون العام؟ نعم. القانون السائد هو اللي بيكون هو الشيء الأصح. طيب فأنا لكن أنا بالنسبة لو أنا مرة ولدي سألني ماما حتخليني لو ما أكبر حتخليني أشرب خمر؟ أحيانا كده العيال يخبطوكي كده في وجهه. صح صح. يخبطوكي سؤال تقول أنا ما أقدر أقول لك أشرب خمر ولا لا. عموما أنت لما تكبر أنت حر، هذه العلاقة فرضها الله، هذا الحكم مو أنا حطيته، هو علي وعليك. يعني لو أنا سويته غلط لو أنت سويته غلط. طيب فكمان نحن لازم يعني لما يكبروا عيالنا الحوار معاهم. أيوة. وفي قضايا مو حقتنا، حقت ربنا. يعني زي الصلاة والأساسيات في الدين والعلاقات. نعم. المحرمة كيف هذه علاقتك مع الله مو علاقتك معايا. نعم. طيب
احنا وظيفتنا انه نزرع الوعي، نقول القوانين وبعد كده هو حر. طيب ندى، انا يمكن الاسبوع اللي فات علقت تعليق وعمل ضجة شوية لما قلت والله انه الشاب اللي امه تزوجه الان في هذا الزمن مسكين. ابغى اوضح شغله وانت صححي لي كونك انت في هذا المجال اكثر تخصص مني. احنا نشهد الان في الزمن هذا اختلفت وسائل الاختيار ووسائل الزواج. نعم. للبنت وللشاب. يعني اذا البنت الان احنا ننادي ان البنت تختار، والان البنت موجوده في الشركات وفي البنوك، هل يسمح للبنت تختار؟ انا هذا اللي ابغاك تجاوبي عليه. يسمح للبنت تختار؟ ما هذا اللي بقوله، تحكمنا العائله والعادات والتقاليد. نعم. يعني حتى هلا هو يسمح لها تخطط؟ يعني لها بأي من المرة اللي فاتت تكوني ذكية في الاختيار. نعم. خططي للرجل، ارسميه في عقلك، قولي ايوه انا ممكن ابغى الرجل بمواصفات المواصفات معينة والمقاييس. اذا لقيتيه في المجتمع حولك اوكي، بس هي حتروح تقول انا ابغى ده. لا خليني اخذك لمرحلة ابسط من ذلك. حينصدم الرجل. الان انا موظفة في شركة. نعم. جميل. اوكي. في بمنتهى الاخلاق وبمنتهى الاحترام، وحاشمة عمري وحاشمة اسمي وحاشمة عائلتي. شافني زميلي ارتضاني كزوجة. أوكي. وجاء جاني ببراح كذا وقال لي يا بنت الحلال أنا بس أبغى أعرف رأيك قبل أجيب أهلي، وأعطيني رقم الوالد. وهذا شيء طبيعي. شيء طبيعي وصحيح. أخذت رقم أخذت قلت له خليني أرجع لوالدي وأرجع لك. يا يبا أنا والله زميلي يبغى يجي يتقدم لي. هنا تختلف ردات الفعل. من يتفهم، بعض الأسر الواعية، ويحط هل هو مثلا يناسبنا ما يناسبنا، من بيئتنا من طريقتنا، طبعا العادات والتقاليد اللي حدث فيها ولا حرج. وبعض كيف وشلون وليه ولازم تتركي شغلك. هنا البنت تحدد السيناريو. وعي البنت. يعني انا لو انا اشعر انه اهلي حيرفضوا الفكره انه زميلي حيتقدم لي، فانا وانا موافقه على هذا الشخص، فانا ممكن اعطيه رقم امي واخليه يصير كانه زواج تقليدي. طيب فهنا البنت هي اللي تفهم، هي اللي فاهمه اهلها. فانا اشوف انه السيناريو هنا بيختلف. هي البنت تصنع السيناريو اللي يناسب اهلها بالنسبه للموقف اللي انت شرحتيه. نعم. طيب بس نحن دحين قاعدين نتكلم في القوانين العامه للزواج. نعم. هل اختلفت القوانين العامه للزواج في هذا العصر؟ لا، الزواج هو زواج، لانه الزواج ايش هي اصلا القوانين العامه؟ هو قانون عام. يعني ايش نقصد؟ الزواج مفهوم شرعي ومفهوم حتمي ومفهوم نفسي، بيعمل يعني الزواج بيؤدي الى الرضا النفسي والصحه النفسيه، مفهوم اجتماعي، مؤسسه اجتماعيه، مفهوم يعني بحسنا عليه الاسلام علشان كمان نحمي نفسنا من امور ثانيه. طيب هو كمان جاء في جانب بيولوجي، ففي عده مفاهيم في الزواج. فانا لما اجي اتجوز لازم اشوف قوانين التوافق، قد ايه انا وهذا الزوج او هذا الرجل اللي حتزوجه متوافقه معه، توافق اقتصادي. طيب يعني انا مع انه المراه اذا كان راتب زوجها اقل من راتبها ما ينفع لا تتزوجي، او هو اقل منها اقتصاديا. ليه؟ انا بعرف المشاكل اللي بدها تصير بعد كده، لانه المراه لانه قوامه الرجل من اصلها الصرف. صح. يعني من اصلها انه يصرف. انا اليوم بتكلم كنت مع كده بنات صغار بقول لهم كلموني عن قوانين الرجل، قولوا لي ايش الحكايات اللي قاعده تصير، ابغى افهم. راحوا قالوا لي الرجل صاير سلبي ما يسوي الاشياء بسرعه، عشان كده احنا ما نبغى نتزوج. قلت لهم هو سلبي ولا انتم مستعجلين ولا هو بيتملص من اداء وواجباته؟ لا، صارت مستعجله المراه لما تملكت. انا برايي وجهه نظري وبشوفها كثير، نحن نبغى كل شيء بسرعه، نحن قلبنا حار. نحن النساء الله صح. خلقنا سبحان الله عندنا يعني الدافعيه عندنا اكثر من الرجل، عشان كده الطلاق عند الرجل مو عندنا، لانه نحن علينا الطلاق طلقناه 24 كل ما ضايقت طلقتك، كل شويه طلقته. يس والله العظيم هذه تكوينات صحيح. الشخصيه صح. فنحن عندنا الدافعيه مره عاليه، فتيجي المراه سوي يا فلان شويه، هو بيفكر انه حيسوي في اخر الشهر، عنده حاجه كده تنظيميه في راسه. احنا نبغى دحين، فصارت هي بتعمل مره بيزعل تلا الرجل لما تاخذي دوره، مره اثنين ثلاثه تنح. طيب يزعل بس انه يلا شيلي. إيه ترى هذه من اكبر المشاكل اللي قاعده المراه تقحم نفسها فيها. ترى انا من الناس اللي كنت ضد سواقه المراه، ما احبها الى الان انا ما اسوق.
طيب حريه شخصيه، تعلمت السواقه بس ما اسوق، ما حبيتها بصراحه يعني. حريه شخصيه، انا ما أكيد. عندي ضغط هذا دو 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 دو. هذا الضغط ما تحملته انا، مو ناقصني هذا الضغط، انا بشوله واحد صح. يدخل صح. علي من هنا واحد، وبعدين رحت صارت تروح السوبر ماركت، صارت تروح المستشفى، صارت تقضي تجيب الاولاد العربيه، تضلع المقاضي، تودي الاولاد المدرسه صح. ليه يا ماما دك يعني ليه تحملتي ما لا طاقه لك به؟ السواقه للمراه اللي ما عندها زوج، اللي ابوها مريض، اللي ما عندها اخ، يعني انا كده اشوف، انا اشوف انه المراه هي اللي قاعده تريح الرجل بمفهوم ايش؟ انا حره. تحرري يا ماما، حتقيدي نفسك بكم كده، هتخسري اشياء كثيره، ايوه حتلفي نفسك في حبال انت المسؤوليه، وهو حيروح الاستراحه. لا مو معناته انه انا اليوم مارست حق انا ابغاه معناته هو يتملص من المسؤوليه ويقول لي خلاص انت سوي. ما في رجال بيتملصوا لما انت بتعملي كل حاجه، فانتبهي المفاهيم هذه. فانا نرجع لقانون الزواج، في التوافق الاقتصادي، التوافق الاجتماعي، التوافق النفسي، التوافق، عشان كده نحن لازم نشوفهم، نتكلم معاهم، نقعد التوافق حتى في امور كثيره. دحين في متطلبات كثيره، يعني انا مره واحده جاتني في العياده قالت لي مثلا انا من ضمن الاشياء اللي تناقشنا في غطى الوجه، تناقشنا مين يصرف في البيت، ما ضروري تناقشنا ايش يعني، هذه امور كلها لازم تنطرح. يعني معليش، هل ننزل بمستوى الحديث والمفاضله والتفاوض قبل يس. ما اتزوج الى درجه غطى الوجه، الى درجه مين هيصرف؟ احترم هذه التفاصيل، لازم ننزل احترمها. لانه هذا واقع، ايوه لانه هذا بيصير. طيب انا لازم تكوني صريحه، وانت كمان كرجل حطي كل اوراقك على الطاوله قبل لا تدخلي، حطوا كل اوراق، لانه الزواج شركه قائم. يعني دحين إيش مقومات الزواج الناجح؟ الصدق، الاحترام، التعاون، طيب التبادلية. لو أنا واضحة أنا عارفة إيش أبغى، وأنت عارف إيش، والتقارب نوصل لنقطة معينة. ترى الزواج هو علاقة زي أي علاقة، تحتاج قواعد اللي أنا قلتها علشان تنجح، دراسة، زي ما بيقولوا لي أول شرط آخر نور. احنا لما بندخل بنعمل شراكة في اي شركة استثمارية وبحط فلوس، بمسك شريكي وبقول له عليك بالزبط. وعلي ولك بالزبط. ولي. فحتى الزواج، هرجع لك لنقطة مهمة قبل أن نختم هذه الفقرة، آلية الاختيار قبل ما أتفاوض الآن وأجلس وحط شروطي قبل ما أختار هذا الإنسان وأجلس معه. احنا ما زلنا مجردين في المجتمع، ما زلنا احنا كبنات وحتى الشباب احنا لا نختار. أنا البعض. لا البعض. لا أملك حرية الاختيار. مين ما يختار؟ لا بالعكس، انا احس انه انا مو معك في النقطه دي، بس كملي. انا بالعكس انا ابغى اعتراضك، لانه كثير الان حتى انا استغربت من لما طلعنا هذاك الفيديو كميه الهجوم اللي قالوا. انا كنت انادي انه يا رجل يا كريم يا شهم يا مسؤول، انت اختار زوجتك، انت مش امك، انت روح اختار وقول يما انا ابغى اتزوج فلانه اخترتها، روح اخطبي لي اياها، رايك فيها استشير امك. بس انت، انا كنت انادي الشباب انت لا تتجرد من الموضوع، انت فجاه تلقى تدخل على واحده. ما يقدر عارفه ليه؟ لانه لا، المراه الست اللي صارت مخيفه، يس يس يا متطلبه، تبغى الحريه وبتنادي ايش هتختلف بين اذا هو اختارها او ام اختارها؟ يس هو بيثق في قرار امه لانه امه ربته صح. طيب وبعدين معلش، على المراه الحق، على المراه صارت متطلبه وبالطال، وهي ترى على فكره حتى متطلباتها طبيعيه وحقيقيه. بس خلينا نقول الطريقه، معلش انا حاجي معك في النقطه، خلينا نقول الطريقه، صارت بتطالب بالحريه بطريقه بتخوف الرجل. يعني انا كثير من النساء اشوفهم نساء ناجحات وعامل وطيبين، طيب لكن الستايل لايف حقها يخوف اي رجل. طيب انتبهوا، ترى الرجل اول مراه عرفها في حياته امه. طيب فدائما انا عندي نظريه، الرجل يتزوج امراه تشبه امه ويعشق امراه هو بيحبها. شكرا. فدائما في حياه الرجل اثنين، واحده زي امه وواحده زي ما هو يبغى، وعايش صراع الله لا يوريه. لا حول، خير ما ختمتي فيه واقوى ما ختمتي فيه يا ندى. ايوه دائما الرجل عايش بين امراتين، امراه هو يبغاها مره يبغى، عشان كده عنده عشيقه صح، وامرأة اختارتها امه، هو كده هو عرف، هو فكر انه دي الزوجة الحقيقية، وعيش بآلة مسكين الله يعينه، ازعل عليه. ندى الأطرش جريئة كالعادة، شكرا لك، يعطيك العافية، سعدني جدا بهذه الفقرة القوية. حبيبتي شكرا، يعطيك العافية. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نذكركم بالمشاركة في هاشتاج استفتاء برنامج سيدتي بكل المواضيع والعناوين والضيوف اللي أنتم تحبوا تشوفوها على شاشة برنامج سيدتي. شكرا لمتابعتكم، شكرا ريم، شكرا على المشاركة. نترككم في أمان الله، بكرة حلقة جديدة.